اليوم عم نشتغل على اكسبيرمنت الموسيقى تخلي النار ترقص. وهذا الاكسبيرمنت اساس الصوت مبدأ الصوت معتمد على الصوت. والصوت هو عبارة عن موجات، وهذه الموجات لازم يكون لها مصدر، يلي هو عادة المصدر بيكون شغلة عم تهز او عم ترج. يعني هلا سؤال طبيعي في واحد يسأله اذا ما بيعرف فيزيكس، انه كيف هذه الموجات تنتقل من نقطة على نقطة؟ هي بحاجة لتنتقل هالذبذبات او هذه الطاقة بحاجة لمادة تنقلها. اوكي، بهي الحالة بحالتنا بحالة الصوت، صوت الانسان، المادة هي الهواء. ايه، هلا نحن عم نحكي بالاوضه، الماده اللي عم تنقل الصوت هي الهواء. أوكي. فيها تكون مثلا بحالات تانية مي او شيء جامد سوليد مثلا. اوكي، فبنرجع لقصة كيف الصوت بينتقل. هذه الطاقه هي عم تتحرك، بتحرك على طريقه بارتيكلز يعني ذرات او جزيئات. جزيئات يعني مكونات الهواء، نيتروجين والاكسجين. فمحلات معينة هي عم بتحركهم البارتيكلز بيقربوا على بعض، ومحلات تانية بنلاقي انه البارتيكلز بعدوا عن بعض. اوكي، وقت ما يقربوا على بعض الضغط بيكون البريشر بيكون بيعلى بهالمحل، ومحل ما البارتيكلز بعدوا عن بعض الضغط اكيد اوتوماتيكلي بيكون خف. اكيد. فنحن رح نستعمل هذا المبدا لنخلي النار تروس. كنت هلا اول ما فتت عم بشتغل على انيميشن، عنا علبة مسكرة وحاطط بقلبها بارتيكلز هواء، ورح ابعت الصوت من مايلة الشمال. اوكي، ومشي الموسيقى رح تشوف انه البارتيكلز رح يتحركوا مع الموسيقى. هذا المبدا رح نستعمله لنخلي النار ترقص. طب وين فينا نشوف هالشيء؟ هلا بدنا نروح على المختبر بنشوفها صار. يلا ان شاء الله. مثل ما شايفين عندنا هون علبه مسكره من كل الميلات، في عندنا من ميله سبيكر ومن ميله عندنا غاز، اكيد الغاز هو قابل للاشتعال. على سطح العلبه في عندنا فتحات كتير صغار لنسمح للغاز يظهر من خلال هذه الفتحات. هلا نحن شو رح نعمل؟ رح نعبي العلبة غاز، ورح نمشي الموسيقى ونولع على سطح العلبة. يعني محلات ما بيكون في الضغط عالي طبيعي رح نشوف النار قوية، والمطارح اللي الضغط رح يكون فيه واطي رح نشوف النار انطفت. وبهذه الطريقة من المفترض النار تعطينا فكرة كيف الضغط موزع بقلب العلبة، ومن المفترض انه النار تتحرك بطريقة غريبة عجيبة كأنه عم ترقص. ليش؟ لأنه الصوت بقلب العلبة عم يتمدد بكل الاتجاهات. لبنان سما، اسمك على شفافي على شفافي.